اوكي. اذا مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كننقلوا لكم مباشره من مدينه المحمديه على مستوى شكرا على مستوى تقاطع كل من شارع فلسطين وشارع الرياض. اذا الموضوع ديالنا وسبق لنا واقترحنا انه باش ما يبقاش هذا الاكتضاض بالنسبه للسيارات انه يكون واحد النفق هنايا على هذا المستوى هذا باش ما تبقاش العراقيل ديال السيارات ويكون الاكتضاض. اليوم بمدينه الرباط تم يعني فتح نفق حسان لكي يربط كل من الرباط أسلة. نوريكم الصور. إذن الصور هي هذه كما كتشوفوا بالصورة. تم التدشين ديالو اليوم. الأشغال دامت تقريبا 36 يوم يعني تقريبا شهر وسيمانة يعني في واحد الزمن قياسي. حتى المكان اللي دار فيه هذا النفق تقريبا نفس المكان اللي كنتواجدوا فيه احنا الآن في مدينة المحمدية. نفق جميل ورائع. إذا كنتمناو إذا شفتوا معنا النفق ديال حسان قرب الضريح ديال جلالة المغفور الله محمد الخامس بالرباط. هو نفق بين الرباط و مدينة سلا. كما قلت لكم الأشغال تقريبا 36 يوم تقريبا شهر وأسبوع زمن قياسي بطبيعة الحال. إذا كنتمناو مثل هذا النفق هذا اللي شفتوا الصور ديالو نفق حسان بالرباط سلا أنه يكون بحاله هنا في هذا الشارع هذا. هو صراحة خاصة جوج ديال الأنفاق واحد هنايا وواحد أيضا على مستوى المشروع ديال الفتح ديال حي الفلاح اللي القنطره ديالو غادي تبدا الاشغال ديالها ان شاء الله غدا صباحا. كما كتعرفوا النفق ديال اللي غادي تصوب ان شاء الله غدا هو من انجاز ومن تمويل مجموعه النفع الاقتصادي اللي فيها عدد كبير من رجال العقار على مستوى مدينه المحمديه وبني يخلف. اذا كنتمناو نفق في هذا المكان هذا كيف ما شفتوا اليوم تم افتتاح نفق هام بمدينه الرباط. نعاودوا نشوف نوريكم الصور بالنسبه للمشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهده. وهي مواطن كيقول لي المازوط راه داير 10 ديال الدراهم. اذا هادو هما الصور ديال هذا النفق هذا. انشد لك مزيان شوي خليهم يشوفوا. اذا هذا هو النفق ديال الرباط سلا نفق حسان على مستوى ضريح محمد الخامس. كما كتشوفوا بالصوره كمل. اذا مشاهدينا غادي نعرضوا لكم في معرض الصور هذه. اذا كنتمناو يعني المسؤولين ديال مدينه المحمديه يحركوا التنميه في مدينه المحمديه. حنا بطبيعه الحال كنعطيو فقط اقتراحات وافكار. كنتمناو انها تخرج الارض الواقع وعلاش لا المحمديه تيكون فيها انفاق. لانه علاش خاص يكون النفق بالخصوص في هذا المكان هذا كاميرا. لانه كما كتعرفوا راه ولا واحد الاكتضاض. راه خاصنا نوعوا على انه راه كاين واحد الاكتضاض وكتكون واحد الازمه ديال المرور. تصوروا اليوم غير الحد كاين العطله وكاين اليوم غير الحد نهايه الاسبوع ورغم ذلك كتشوفوا هذا الاكتضاض. فما بالكم ملي ما كتكونش العطله كتكون الدراسه كيكونوا الناس خدامين ما كيكونش الحد. راه كيكون اختناق مروري لواحد الدرجه ما تتصورش. بطبيعه الحال كنشكروا رجال الامن على المجهودات الجباره ديالهم ولكن راه وجود عناصر ديال الامن في المدارات لا يكفي لانه الحل هو نفق بمدينه المحمديه. اذا كنتمناو هاد الفكره هذه تخرج لارض الواقع. اذا دمتم بخير والى اللقاء. إذا شوفوا معنا
إذا شوفوا معنا الإكسيدات في يوم عادي، في مساء عادي، في ليلة عادية اللي هي يوم الأحد كما كتشوفوا بالصورة، فما بالكم بالأيام ديال العمل والأيام ديال الدراسة. هانتوما كما كتشوفوا بالصورة، لأنه هانتوما كما كتشوفوا واحد المدارة اللي كتواجد هنايا، مدارة كبيرة كنظن ما عندها حتى شي فائدة، لأنها هي بلاصة كتسبب في العرقلة ديال السير. إذا إلى اللقاء.